مدينة غنية بسياحتها الدينية وتعد من المحافظات المهمة، فالعمل فيها أصبح بتراجع ملحوظ بسبب ارتفاع مبالغ المحال المستأجرة من بلدية كربلاء والقريبة على مرقدي الإمامين عليهما السلام. هاي الشريحه اللي هي اهل محافظتك اللي انت صار لك 15 سنه وياهم، من عضو مجلس محافظه الى رئيس مجلس الى نائب رئيس مجلس الى محافظ، انت معايشهم ومعايش كربلاء تعيش اسوء حالاتها حاليا بظل التظاهرات وبظل وجود مرض الكورونا اللي هسه اخير شيء. وشفتوا انتم الكتاب اللي صدر من وزاره الصحه وزاره التربيه بتعطي المدارس واغلاق المقاهي واغلاق الكافيهات واغلاق، هذا كله اجى باثر سلبي. لذلك نطلب من خلال قناتكم قناه التغيير الموقره ومن خلالك اخ وليد ان تنقلون معاناتنا للجهات العليا، عسى ولعل ان ينظرون لنا بعين العطف ويعني والابويه. حكومة كربلاء المحلية وفي وقت ليس بالبعيد وعدت مستأجري هذه المحال بالتخفيض للنصف من المبلغ المستحصل، لكن وبحسب اقوالهم انها تنصلت عن وعودها. بلكي الله يعني يشوف وضعيتنا احنا، وهذا يعني هسه كل شغل ماكو بالنزول. ناشدتوا راجعتوا تنصلوا، والله احنا راجعنا وماكو فايده. يعني احنا نريد شيء ملموس، يعني نريد الجماعه شويه يتحركون ويانا. يعني الدوله احنا نطلب من عندها، احنا شعب، احنا شعب مضطهد يعني هسه متاذين، منا الايجارات عاليه، منا شغل ماكو، منا ماكو شغل. يعني بشرفك من الصبح لليل 20,000 ما حصل لك وانت مأجر بملايين من الدولة. رغم تراجع الحركة السياحية في المدينة وتوقف هذه المحال عن العمل، إلا أن أصحابها ما زالوا مستمرين بدفع الأموال لبلدية المحافظة. وتستمر معضلة هذه الشريحة ولا حلول لها إلا بتنفيذ وعود المسؤولين في المحافظة التي تنصلوا عنها. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.